رقيب الأول محمد عبد الرزاق محمد، مرتبات الفرقة العاشرة لواء 85، بسبب المجازر ارتكبها الجيش السوري بجبل الزاوية عن انشقاق عن الجيش أنا ومجموعة من رفاقي المجندين وانضمام الجيش السوري الحر، وقد قاموا باستبدال هويات العسكر بهويات مدنية لتضليل اللجنة العربية، وكما يقومون بإخفاء الدبابات وتخبئتها حتى لا تراها اللجنة، ويزعمون بأنهم قاموا بسحب المظاهر المسلحة من المدن وهم حتى الآن موجود وهي حتى الآن موجودة في المدن والبلدات، ولكن لجنة المراقبين العرب يقومون برفقة عناصر الأمن وأخذهم إلى أحياء وشوارع لا يوجد فيها الجيش.